بص، هو في اتجاه موجود من ساعه ما كره القدم اتعرفت في مصر. بتكلم على مصر. مصر طبعا، عشان في اوروبا اتغيرت اللي هو الاقدميه. بالظبط. فاحنا ماشيين بالاقدميه. خلاص ماشيين بالاقدميه. عايز تغير السيستم ده ما ينفعش تغيره بقرار لا من الاتحاد ولا من حسام كده لوحده. القرار بقى بين حسام ويقعد مع اللعيبه الاول. كل اللعيبه ويتكلم في الموضوع. لازم يبقى بتوافق تام وبرضا تام على اي، على يعني تحت اي ظروف. لو وافقوا يبقى هيمشي على طول في وجود فتحي بقى، في وجود عبد الله السعيد، في وجود انت واخد بالك. لو ما وافقوش يبقى خلينا في, في 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 موضوعنا، لان احنا ده هيبقى نظام مستحدث. بره كده، بره الامور عاديه. المدير الفني بيختار اربع لعيبه وبيطرحهم للتصويت على الفرقه. فبيروحوا مختارين. صحيح. انت واخد بالك. صحيح. ومفيش مفيش نفسنا ومفيش رغي ومفيش لت وعجل. فانت اتصدر لحسام. انا بشوف انه اتصدر له مشكله في البدايه في غرفه اللبس بدون داعي. مظبوط. يعني ايه الاثار ده؟ ويا جماعه والله صلاح ما بيفكر في الاشاره دي خالص. يعني ما مش متخانق عليها ولا زعلان ولا مقموص ان ما حدش بيفكر فيها. وانت لما تقول لي صلاح مش بيفكر فيها ولا بيتخانق عليها، فانا باخد منك الكلام معلومه. لا يعني انا بقول لك صلاح يعني قريب منك للغايه يعني. بالظبط. فصلاح مش عايز الشر. مش هو اللي طلبها. مش حكايه. لا طبعا ما طلبش صلاح. عشان هو اتقال ان صلاح طلب الشر. لا صلاح علاقته باللعيبه كويسه. والعلاقه بكل الناس كويسه، علاقته باللعيبه كلها. ولو عملوا النظام ده هو مع النظام. لو عملوا النظام ده هو مع النظام. هو مع النظام ده ومع النظام ده. هو ما بيحبش يطلع بره النظام. فمش عايزين نصدر لحسام. كفايه عليه المشاكل الفنيه، لانه عنده مشاكل طبعًا. فنيه كتير طبعا في المراكز، وعنده مشاكل فنيه في ازاي يظبط الشكل التيم دفاعيا وهجوميا. نتمنى التوفيق ان شاء الله.